استغفر الله العظيم، يا ربي صبرني على هالبلوية اللي أنا فيها. لوين راحت هالخرزي؟ يا حوينتك يا شيخ كمال، هلا ما ضل لك لا شغلة ولا عملة غير الخرز وبس، حتى الخرزي عم تفلت، وينها؟ هذا الشغل بده صبر، انتو عم تعبوا الفراغ يلي عندكم. اعتبروه علاج، من وقت ما اجيتوا لهون نسيتوا كل شيء ما هيك؟ اي نعم نسينا اسمنا، اي من وقت ما اجينا ونحن عم نشك بهالخرز. اخ يا ربي وين راحت الخرزي؟ وقعت لهون ها؟ ليك ها؟ يا عيني عليك، والله عامل تحفي، احلى صقر، والله احلى صقر، اي تعال شوف. شو هي؟ كيف يعني شو هي؟ شو هي؟ صقر. وين جناحاته؟ صح، هو بيضل طير وبده جناحات، بس استاذ مو نحن بالسجن هلا، قلت لحالي اذا عملت له جناحات بيهرب، يعني بيطير وبيهرب وبيفوتنا بمصيبه. يلا يا جماعه اجمعوا الادوات، في معكم 10 دقائق. ايه صح، بكره رح نشتغل بالكبريت، واللي ما كمل شغله اليوم بيكمله. ماشي؟ شو ها؟ قالوا بيقولوا الحبس للرجال، رجال شو يا أخي؟ رجال شو؟ شي خرز وشي عيدان كبريت ومدري شو؟ شو هالمسخرة هي؟ هذا لعب أولاد يا جماعة. عمو كمال في حدا جاي يزورك؟ لا، لأنه نقروا اسمك بالزيارات. أمي بدي أسألك سؤال. اسألي. أنت من وين بتعرفي الضابط قدرت؟ بكلمة منك طلعوني، وكمان شفته بمكان الحادث كيف مسكك وحكى معك. قال لي خدي بنتك وروحي. أمي أنا فهمت إنه زلمة ما بده يشوفنا، بس كمان مو قدران يعمل شي معنا، في سبب عم يمنعه يعمل شي يأذينا. شو بيعرفني؟ ضميره. أمي من شان الله منين حطيتي له ضمير للزلمة؟ في شي تاني أنتي بتعرفي بس ما بدك تحكي. احترق. عجبك هيك؟ لا انتزع الحجاب. فو، مشان تشوفي كيف بتتلبكي وقت اللي بتجي سيرته. أمي مين بيكون بترجاكي قولي؟ يلا كرمال الله. دخيلك يا رب، أنا بعرف سر بيتعلق فيه بس ما فيني أحكي لك، وأصلاً هو خايف أقول لحدا تاني، وهذا اللي عم يمنعه. أمي أنت هددتيه للزلمة؟ ومشان هيك بعتيني لعنده؟ أنا شو بيفهمني بالتهديد؟ بس فكرته منيح، قلت يمكن يساعدك، طلعت غلطانة. طيب شو هو هذا السر؟ لا تسأليني، ما فيني. بمين بيتعلق أحكي لي؟ أنا حلفت هالسر رح يندفن معي، فلا تسألي، انسي. أمي بعتتها لجوليا. شو هي؟ أنا ما فهمت شي.
بابا إذا بتعرف الله يخليك احكي لي، بتعرف السر اللي عم تحكي عنه أمي؟ شو علاقة الضابط قدرت باللي كاتبته؟ شو هالقصص اللي بتخترعيها؟ مو شايفة المصيبة اللي أنا فيها؟ بتقولي لأمي لا تحشر حالها بكل شيء، روحي بقى ولا بقى تزوريني أبداً، حلي عني بقى، يلا. بابا، بابا لا تهرب. أنتوا ليش عم تخبوا علي؟ فهمني ليش عم تعملوا معي هيك لتخافوا الله؟